توقعات الثلاث الموافق 11 أبريل 11 نيسان 11/4/2023. مهم جدا النهاردة إننا نبص للموضوع بشكل واقعي أكتر وننظر له ولكل الأحداث اللي بتحصل في حياتنا، ونحاول نتجنب أي نوع من أنواع الأوهام والحيل الممكن نقع فيها. هنتكلم أكتر عن الأشخاص اللي بيهمنا أمرهم وأصحابنا بالأخص. هنعرف نشارك معاه موضوعات شيقة كتير، فيها أخبار، فيها تفاصيل كتير، لكن نحاول نتجنب أي نوع من أنواع التذمر أو إننا نتصاقل على كاهلنا بشكل كبير لكل المشاكل الشخصية اللي بتبقى بتخصنا وبتخص مخاوفنا. يومنا النهاردة هيبقى مناسب لو كنا بنفكر للسفر، حتى لو كان عندنا هدف محدد لازم نستعد له كويس عشان نعرف نمشي فيه. هنحقق النهاردة كتير مع المعارف اللي عندنا حتى لو كانوا جدد في حياتنا، مع أشخاص ممكن يكونوا برا المكان اللي احنا عايشين فيه، عشان ما نتصادم بشكل شخصي في هوية ممكن تبقى مزودة عندنا بنسبة كبيرة جدا. هتجيب لينا رؤية أكتر، فيها شغل أكتر، فيها واقع أكتر للأحداث اللي بتبقى عندنا. نتجنب ردود الفعل اللي هتبقى متسرعة على كل القرارات والكلام اللي ممكن نسمعه من الأشخاص اللي بيبقوا بيحيطوا بينا في اليوم ده. هنحصل النهاردة على الصورة الكاملة اللي احنا بنكون دايرين نصليها أصلا، واللي مفروض نعمله في الفترة الجاية دي هيبقى بيخصنا. يوم الثلاث هيبقى مناسب جدا لو حبينا نتواصل مع أشخاص هيبقوا من مسافات مختلفة، سواء كانوا بيقربوا لنا أو حتى من جهات اتصال مرتبطة بشغلنا. هيكون يومنا مهم جدا لأن الأحداث والأيام الجاية هتبقى بتضغط علينا بشكل كبير، ولازم ناخد فيها قرارات ممكن تبقى صعبة شوية، وصعبة حتى ما علينا بس، لا على كل الأشخاص اللي بيحيطوا بينا. التلات برضو هيبقى مطلوب مننا إننا نعرف نهتم بكل الحاجات اللي بتتعلق بالأشخاص اللي حوالينا وكل الأحداث اللي بنبقى بنقابلها من مسافات مختلفة وبعيدة قدامنا في بلاد كتيرة ممكن تبقى مختلفة عننا. هنعرف نعتمد النهاردة على وعد أو التزام بنشاط مشترك مع راجل ممكن يبقى قريب مننا أو حتى صديق لينا أو حتى زميل لينا. هتبقى عندنا شؤون كتيرة مادية بتهمنا في اليوم ده، لكن النهاردة في مجموعة هتبقى متزايدة من الناس اللي بتبتدي تصحى تستيقظ النهاردة على انها حابة تطور نفسها روحيا اكتر، وده كله هيجيب امل واضح لكل العالم بشكل افضل مع كل الاجيال اللي جاية قدامه. في بيتنا النهاردة هيكون عندنا خطة لمناسبة مختلفة هنجري فيها محادثة جادة جدا، هتبقى بتتعلق باننا نناقش خطط ونجري اجراءات مستقبلية كتيرة تنفذها قبل فوات الاوان، لانه هتعرف تحصل على كل الدخل اللي انت بتتمنى انك تحصل عليه، لكن ممكن يبقى مش متوقع بشكل كبير بالنسبة لي. والكوكب الزهرة البرج الجوزاء في الصباح، وهيشكل لنا سرعة كبيرة مع بلوتو. مع وجود كوكب الزهرة في الجوزاء لحد يوم 11 مايو هيبقى بيحفزنا على الفضول على كل مستوياتنا الرومانسية الاجتماعية. هنبقى بنسعى عشان نتنوع ونبقى اجتماعيين بشكل خاص جدا في مشاركة، وهنبقى مهتمين ومتواصلين. عندنا شعور قوي بالمرح، لكن هنحتاج بس اننا نلاقي شوية مسافة على مستوانا العاطفي. هتبتدي تبقى في عوامل جذب كبيرة بالكلمات، لكن ممكن نبقى ما بنميل لاننا نرتبط بسهولة بالكلام اللي بنسمعه. على مستوانا العقلي النهاردة مع كوكب الزهرة اللي هيبقى في الجوزاء هنعرف نبقى متقلبين لحد ما مع كل عواطفنا وكل ملذاتنا. هنشوف النهاردة فينوس وبلوتو في الصباح ده عندهم تفاصيل بالسعادة أكتر، والعاطفة هتبقى بترتكز على شخص بعينه. هيبقى في حاجة قوية عشان نشارك بيها الحياة ونستمتع بيها على كل المستويات اللي بتبقى عميقة. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوا ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا بعمله. سلام.